السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله مدوه كالمعتاد. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أتمنى ألقاكم في أحسن الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن تدوير الكرتون اللي غادي نحتاج فيه فقط الكرتون وأداة باش غادي نقطعوه، تكون مقص أو لكيتور، وغادي نحتاجو كذلك الستيلو أو الكريون اللي غادي نتراسيو به. هاد غادي نتراسيو الحرف اللي بغينا أو الليتر اللي بغينا. فالفيديو ديال اليوم كيف ما تتشوفوا هو عبارة على الحروف اون 3D اللي تيجيو ديكور رائع وراقي وزوين بزاف، اللي ما تحتاجوا فيه حتى شي حاجة، فقط المكونات اللي عندنا غير تنتخلاو عليهم وترلوحوهم. فتنتمنى تتبعوا معي المراحل كاملين حتى النهايه، وغادي تشوفوا بانهم ساهلين ما فيهمش بزاف ديال الصعوبات. اول حاجه غادي نتراسيو الحرف اللي بغينا، ومن بعد غادي نقطعوه بالكيتور. غادي نقطعو دوبل فاس، الفاس الاول والفاس الثاني كما تشوفوا معايا. غادي نحاول نقطعو كامل. فبالنسبه هنايا لهاد الجوانب اللي غادي نصايبو بهم 3D هذاك الحرف اون 3D، غادي انا اختاريت هنايا نستعمل هاد الورق اللي هو داير بحال الورق المقوى وتشبه الكرتون ولكن رقيق بزاف. بامكانكم تستعملوا الكرتون العادي اللي قطعتو به لي دوبل فاس الاولي، تنختاروا تنديروا على السمك اللي بغينا، تنتراسيو وتنقطعوه تولي على شكل شرائط عفوا، اللي غادي نصايبو بهم جوانب الحرف ديالنا.
دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين ديالو اللي تتبقى على حساب هي الاختيار ديال كل واحد. انا اختاريت هنايا غادي نكشف هادي اللي تشوفوا فيها دابا، هادي اللصاق ديال الخشب او الكرتون او لي بابيي باش نلصقوه، وهذا زدت فيه واحد قطيره ديال الماء فقط باش تخلينا على تيكستور ديال هذاك السائل اللي غادي نلصقوا به تكون مزيانه. واختاريت انني غادي ندير نلصق من الفوق هذاك بابي سوبالين اللي تنمسحوا به اليدين. غادي نحاول نديرو في الجوانب كاملين ديال هاد لا لتر ا اللي غادي نكاشي به جميع الجوانب، ولكن ماشي بطريقه منظمه، غادي نحاول نحطهم في اي بلاصه حتى نكاشيه كامل. هذا كيساعد باش اننا يجي شاد راسو مزيان ويجي قابط مزيان باش يجي صحيح مزيان، وفي نفس الوقت فهو تعطي جماليه ديال انه يكون تحت واحد الجماليه تكون كيفاش نقولوا الشكل ديالو بروت بحال فيه منعرجات شي طالع وشي هابط. وباش انا اختاريت من بعد غادي نصبغوا بصباغه ديال لا بومب، بامكانكم تصبغوه بصباغه اللي هي عاديه بالبانسو، الصباغه اللي تكون عندكم ماشي مشكل النوعيه ديالها لانه تبقى غير ديكور. وكذلك بامكانكم تصايبوا تصبغوا ليه الجوانب، ولكن لافاس ديالو تخلوه ليه تقطعوا قطع صغيره من السيدي اللي يكونوا عندكم ما بقيتوش مستعملينهم، تقطعوا قطع صغيره وتلصقوهم من الفوق، فهو تيجي رائع جدا، تيجي الشكل ديالو بحال الميغوار اللي هي مقطعه، تيجي شكل زوين بزاف. كذلك تبقاو عدة اختيارات باش انكم تصبغوا او لا تصبغوه عادي بصباغة عادية وترشوه من الفوق بهذاك البغيون او السقلي. تبقى هذا مجرد اقتراحات اللي تنقترحها عليكم، وكذلك هذا عطيتكم غير بتيت موديل اللي وريتكم فيه الفكرة كيفاش هي، وبامكانكم نتوما تصايبوا باغ اكزومبل تكتبوا كويزين وتعلقوها في الحائط ديال الكويزين وتجي كبيرة بزاف، تجي رائعة جدا. بامكانكم كذلك تكتبوا بها هوم وتعلقوها في الكولوار ديال المنزل ديالكم، بامكانكم تكتبوا البروميير ليتر ديال السمية ديالكم ولا السمية ديال الزوج ديالكم وتخلوهم ديكور في المنزل ديالكم، بامكانكم تكتبوا بها الاسم ديال الطفل ديالكم وتعلقوها في لا شومبر ديالو. فهذه تبقى مجرد اقتراحات نتقترحها لكم اللي تبقى كل واحد يقدر يستعملها كيف ما بغى هو. انا هذا مجرد موديل صغير اللي عطيته لكم، وانتم الفكره اولا الابداع تبقى لكم انتم. فانا اختاريت هنا نعطيها هذا الشكل اللي هو سامبل وتعطيها واحد الجماليه باش تبان كبحال راها اون ماتيير ديال الحديد او لا اينوكس. فنتمنى تعجبكم الفكرة وتزيدوا تبدعوا فيها إن شاء الله. نتمنى يكون هذا الاقتراح نال الإعجاب ديالكم. وبالنسبة اللي تشوفوا الفيديو لأول مرة ولا تدخلوا للاشين أول مرة، نزيتي با دابوني، ضغطوا على الزر الأحمر أسفل الفيديو سبسكرايب أو سابوني فضلا وليس أمرا، باش يوصلكم دائما الجديد من الاقتراحات الجديدة والأفكار البسيطة السهلة. وإلى الفيديو القادم بإذن الله، اقتراحات وأفكار جديدة إن شاء الله. نخليكم في أمان الله.